الساعة الرقمية من تلفزيون دبي، مساء الخير وأهلا بكم. نقدم لكم جولة متنوعة في عالم الفضاء الرقمي، نتعرف من خلالها على أبرز ما تم تداوله خلال الأسبوع في مواقع التواصل الاجتماعي محليا وعربيا وعالميا. البداية مع عملاق التكنولوجيا جوجل الذي اختار مدينة دبي ليعلن عن إضافة اللغة العربية إلى برنامج بارد، وهو أداته المستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يساهم في تنمية الإبداع عبر تقديم أفكار جديدة، وذلك بنظام يفهم الأسئلة بأكثر من 16 لهجة عربية ومنها الإماراتية، بالإضافة إلى استخراج المعلومات من صورة ما. يوسف عبد الباري زار الحدث وجاء لنا بالتقرير التالي، نتابع. من تقنية تحويل النص إلى كلام إلى تصدير رموز بايثون البرمجية والمساعدة في كتابتها، منصة بارد تنطلق بنسختها العربية ومن دبي، فهذه المنصة ستكون داعمة للكتابة بلغة الضاد، إضافة إلى توفير أفكار إبداعية جديدة تخدم مختلف القطاعات. اللغة العربية كانت من جل اهتمامات جوجل من خلال 15 سنة الماضية. احنا مهتمين جدا بانه نتأكد جودة منتجاتنا في اللغة العربية ان توافق المستخدمين وايش استطلاعاتهم وايش هم محتاجين. كمان ما ننسى انه اللغة العربية هي خامس اكبر لغة في العالم، وفي تقريبا 200 مليون مستخدم بيحكوا اللغة العربية موجودين حاليا على الانترنت، ومن اسرع اللغات اللي قاعدة حاليا تنمو على الانترنت. فهدفنا مهم جدا انه اي منتج من منتج جوجل يكون يدعم اللغة العربية، ومنهم منتج اللي هو بارت، حتى نتأكد انه المستخدمين في اللي بتحدث اللغة العربية وبيستخدموا اللغة العربية على الانترنت عندهم الطريقة حتى يوصلوا لاخر تكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي، واللي هي منها تجربة بارت اليوم. ابغى اكتب قصة، شو اول خطوة اخذها؟ وفي ظل تزايد عدد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، قد يتساءل الكثير عما يميز هذه المنصة عن مثيلاتها. من أهم الشغلات اللي بيميز فيها بارد اللي هو دعمه للغة العربية بشكل كامل، سواء كانت من واجهة الاستخدام اللي موجودة في اللغة العربية، أو سواء من هو كيف بفكر باللغة العربية صحيحة وسليمة. كمان بدعم بيفهم اللهجات من 16 دولة عربية، فممكن أنت تتكلم معاه بلهجتك الطبيعية، مش مضطر أنت تكتب باللغة الفصحى. احنا بنرحب بكل انواع التعاون والشراكات، سواء كانت هذا من القطاع الخاص او القطاع الحكومي. وطبعا دولة الامارات سباقة في مجال الذكاء الصناعي، وخصوصا احنا فخورين بالابحاث اللي بتطلع من دولة الامارات في هذا المجال. الشهر الماضي احنا اعلنا عن شراكة ما بين شركة جوجل وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، حتى نساعد في تطوير الابحاث المتعلقة في هذا المجال، ونتطلع بشكل اكبر للمزيد من هذه الشراكات ان شاء الله في المستقبل. إذن الإمارات ومن خلال استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي تسعى إلى الاعتماد على التقنيات الذكية لبناء حكومة المستقبل، وهذا ما جعل دبي تسعى جاهدة في أن تكون المدينة الأذكى عالميا، وذلك عبر احتضانها لكل المبادرات المحلية والعالمية التي تعزز البنية التحتية الذكية. بارد كلمة قديمة تعني الراوي، ويليام شكسبير كان مسماه بالباردة، و برأي آخر ليس من جوجل وإنما رأي منا كإعلاميين، أنه في قديم الزمان في العصور الوسطى كان للملوك مغنون. هؤلاء المغنون أو الباردز كانوا يلبون طلبات ملوكهم بأن يكتبوا لحنا معينا بمناسبة مولود جديد، أو كان هؤلاء المغنون أو الفنانون أيضا يؤلفون أغاني خاصة لفرسان يرون فيها قصصا عن أبطالهم وأمجادهم. فمع معرفة المعنى يتبين السبب. لتلفزيون دبي، يوسف عبد الباري. الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عاد وسرق الأضواء من جديد هذا الأسبوع بعد مفاجأته إطلاق شركة جديدة متخصصة بالذكاء الاصطناعي، على الرغم من تحذيراته السابقة حول مخاطر هذا المجال، لينافس بذلك كبرى الشركات الأمريكية وينشئ بديلا عن تشات جي بي تي. ومنذ الإعلان عن الشركة الناشئة الذي أطلق عليها اسم اكس اي اي عبر تويتر، انتاب الجميع الفضول حول ماهية هذه الشركة، خصوصا أن إيلون ماسك لم يذكر أي تفاصيل عنها سوى أنها شركة تهدف إلى فهم الطبيعة الفعلية للكون، لكنه عاد وشرح بعض التفاصيل خلال محادثة صوتية عبر تويتر سبيسز التي امتدت لـ90 دقيقة. أوضح خلالها أن XAI سيكون لها تعاون مع شركة
شركتي تسلا للسيارات ومنصة تويتر، مضيفا أن الشركة الناشئة ستستخدم بيانات تويتر لتدريب أنظمة ومنتجات الذكاء الاصطناعي دون تحديد فيما إذا كانت تويتر ستتقاضى رسوما من أكس أي آي. هذا وأشار ماسك إلى أن أكس أي آي سيكون فضوليا للغاية ويبحث عن الحقيقة، وذلك بتقديم إجابات عبر الذكاء الاصطناعي الجديد قد تكون مثيرة للجدل على الرغم من أنها صحيحة. منصة تويتر التي توجهت إليها الأنظار أيضا بعد تصريحات الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يوم أمس أن التدفق النقدي للمنصة لا يزال سلبيا بسبب انخفاض عائدات الإعلانات بما يقرب من 50% فضلا عن عبء الديون الثقيل، وهو ما لم يرقى إلى مستوى توقعاته في مارس الماضي بأن المنصة قد تصل إلى تدفق نقدي إيجابي بحلول شهر يونيو. وقال ماسك في تغريدة على تويتر: نحتاج إلى الوصول لتدفق نقدي إيجابي قبل أن نحظى برفاهية أي شيء آخر. وتعد هذه أحدث إشارة على أن إجراءات خفض التكاليف الصارمة منذ استحواذ ماسك على تويتر في أكتوبر الماضي لم تكن كافية وحدها لتحويل التدفق النقدي للمنطقة الإيجابية. وفي إطار آخر وبهدف تحسين تجربة مستخدميها، أعلنت منصة تويتر رسميا عن إطلاق برنامج مشاركة عائدات الإعلانات الذي يسمح لصانعي المحتوى على المنصة من مشتركي تويتر بلو بالحصول على جزء من عائدات الإعلانات التي تظهر في الردود على التغريدات التي ينشرونها. وقالت تويتر في تغريدة أن هذا يعني أنه يمكن لمنشئ المحتوى الحصول على حصة في عائدات الإعلانات بدءا من الردود على منشوراتهم. وتابع تويتر أن هذه الخدمة هي جزء من جهودهم لمساعدة الأشخاص على كسب لقمة العيش مباشرة على المنصة الزرقاء، وأكدت أنهم بصدد إطلاق البرنامج على نطاق أوسع في وقت لاحق من هذا الشهر، وسيتمكن جميع المبدعين المؤهلين من التقدم للبرنامج. وطبعا المنافسة مستمرة بين تويتر وتطبيق ميتا الجديد بأشكال مختلفة. ومع انضمام أكثر من 100 مليون مستخدم لثريدز، أعلن رئيس منصة إنستغرام آدم موسيري عن أهم المزايا الخفية والجديدة القادمة إلى التطبيق. ونشر موسيري عبر حسابه في المنصة الجديدة مجموعة من الفيديوهات كاشفا عن 7 مزايا خفية موجودة حاليا في ثريدز، من بينها إمكانية تحديد من يمكنه الإجابة على المنشورات، وإمكانية مشاركة منشورات ثريدز مباشرة إلى تطبيق إنستغرام سواء في ستوري أو الفيد. كما أعلم المستخدمين أنه يمكنهم تعيين وقت لأخذ استراحة من التطبيق من خلال قسم الإعدادات. وتابع في فيديو آخر الشرح عن طريقة البحث في التطبيق، كما يمكن للمستخدم القيام بتفعيل خاصية ميوت لأي مستخدم آخر. أما فيما يتعلق بالمزايا التي سيتم إطلاقها قريبا، فتكلم موسيري عن ميزة القدرة على تعديل المنشورات وتفعيل الهاشتاج والتنقل بين عدة حسابات، وإمكانية رؤية المنشورات الواردة من الحسابات التي يتابعها المستخدمون فقط، وتحسين البحث وغيرها. وأكد موسيري أن مطوري التطبيق يعملون على مزايا أخرى مثل قسم ونسخة خاصة بالمتصفح سطح المكتب، وإمكانية الإشارة إلى الأشخاص في الصور ومقاطع الفيديو، وخاصية الترجمة داخل التطبيق، وغيرها من التحسينات القادمة دون تحديد خطة زمنية محددة لإطلاقها. من جهة أخرى، اشتكى بعض مستخدمي ثريدز من أن التطبيق الجديد يستنزف بطارية الهاتف، فتوجهوا إلى شبكات التواصل الاجتماعي للتعبير عن إحباطهم بعد أن لاحظوا تأثير التطبيق على عمر البطارية. إحدى مستخدمات تويتر طرحت سؤالا للمتابعين إن كانوا يعانون من استنزاف بطاريات هواتف آيفون عند استخدام ثريدز، بينما قال مستخدم آخر في تغريدة: البطارية لا تكذب، مرفقا صورة شاشة يظهر فيها كمية استهلاك الطاقة لكل التطبيقات التي تعمل على هاتفه، وقد ظهر أن تطبيق ثريدز يستهلك 53% من البطارية. حتى الآن لا توجد أي معلومات حول سبب مشكلات البطارية، وإذا كان فعلا لها علاقة بتطبيق ثريدز. وإذا كان هذا هو الحال، فحتما ستسارع ميتا إلى حل المشكلة في أسرع وقت ممكن. أما مسلسل النزال المرتقب بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ فيبدو أنه مستمر، ففي تحد واضح لخصمه شارك رئيس شركة ميتا صورة له على إنستغرام مع 2 من لاعبي الفنون القتالية المعروفين، وفي منشوره تباهى زوكربيرغ بالتدريب إلى جانب المقاتلين أديسانيا وفولكانوفسكي، وعلق أديسانيا على صورة الثلاثي قائلا: لا تساهل مع مارك، هذا عمل جاد. فرد زوكربيرغ قائلا: إنه لشرف كبير
الخير أن أتدرب معكما يا رفاق. ويأتي ذلك بعد أن بدأ حوار عبر وسائل التواصل الاجتماعي الشهر الماضي بين زوكربيرغ وماسك حول إقامة نزال بينهما، بعد تغريدة للأخير قال فيها إنه على استعداد لخوض نزال في قفص مع زوكربيرغ. فرد مارك عبر ستوري إنستغرام بقوله أرسل لي الموقع، واضعا لقطة شاشة لتغريدة الملياردير الأمريكي، ليجيب ماسك في تغريدة فيغاس أوكتاغون في إشارة إلى حلبة المصارعة الشهيرة في لاس فيغاس. بعد الفاصل، المحتوى الاجتماعي والتحفيزي ما بين أصحاب الاختصاص والدخلاء، ابقوا معنا. بكم من جديد. تطوير الذات والثقة بالنفس، بناء الشخصية، التحفيز الإيجابي، التنمية البشرية، النجاح في الحياة والعلاج بالطاقة، كلها عناوين رنانة لصفحات اجتماعية في مختلف المنصات الرقمية ينشر من خلالها صناع المحتوى أو أشخاص يطلقون على أنفسهم لقب مدرب حياة أو استشاري أو معالج، ينشرون فيديوهات لمتابعيهم يقدمون فيها النصح والتحفيز والخطوات الواجب اتباعها لتحسين حياتهم الاجتماعية والعملية والعائلية والعاطفية. ولكن ما بين صانع محتوى هو صاحب اختصاص يقدم النصح بناء على دراسة ومعلومة موثوقة، وصانع محتوى دخيل يملك موهبة الطلاقة في الحديث فيعطي لنفسه الإذن بتقديم الإرشادات التحفيزية والحلول لمشاكل جدية ومعقدة، يقع المتابع في حيرة من أمره بين اختيار المحتوى المناسب من الشخص المناسب أو التأثر بأشخاص يدعون الأهلية وهم بعيدون عنها كل البعد، فيصبح هذا المتابع ضحية لمؤثرين اجتماعيين خدمتهم الشهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا أكثر. للتعمق أكثر في هذا الموضوع ومعرفة المزيد حول المحتوى الاجتماعي وتأثيره على المتلقي وكيف يمكن التفريق ما بين أصحاب الاختصاص والدخلاء، يسعدنا أن نستقبل معنا في الاستوديو الأستاذ الجامعي والاختصاصي في مجال الإعلام النفسي والبروتوكول الدكتور محمد عصام محو. أهلا فيك معنا دكتور محمد. بداية، كخبير بمجال الإعلام النفسي، ما رأيك بالمحتوى التحفيزي والاجتماعي والنفسي اللي يتم مشاركته بشكل عام في مواقع التواصل؟ سعيد بلقائكم. المحتوى النفسي والاجتماعي والتحفيزي لا يختلف عن غيره من أنواع المحتوى، فيه الغثوة، فيه السمين، فيه الضار وفيه النافع، فيه الحافظ مش فاهم وفيه الحافظ والفاهم. صحيح. لكن بالمقابل قد تستطيع أن تخدع ربما أفواه الناس بالكوميديا فيضحكون، قد ربما تخدع قلوبهم بدراما أو موسيقى حزينة فتجعلهم يبكون، أما أن تخدع عقولهم أو فطرتهم فهذا من الصعب أن تفعله بسهولة. طب برأيك ما في أشخاص يعني ممكن يكون يصدق اللي عم بيشوفه قدامه، أو يعني في شخص ممكن يدعي أنه هو صاحب اختصاص أو فهمان باللي عم بيحكي، فممكن يخدع الشخص، هالمستمع أو المتابع ممكن يكون ضعيف بحاجة لمساعدة، بحاجة لكلمة هون أو كلمة هون؟ لا شك أننا اليوم في أمس الحاجة لوجود هذا النوع من المحتوى أكثر من أي وقت مضى. زلازل مدمرة، صحيح، حالات مادية ومعيشية في بعض البلدان صعبة، يعني الكلمة كورونا اللي بتوصف الوضع هو ستريس. كيف ما بتبرم بيقولوا لك ستريس، كورونا وفيروس فاتك لم نشهد مثله، كل هذا يجعلنا نقول أن ساحة السوشيال ميديا باتت كفيلة بأن تجعل كل المحتوى ربما تحفيزا أو أكثره تحفيزا وصناعة مواعظ وما يعطى للناس. لذلك ما يمكن أن يستغرب هو أن يظن أحدنا أن هناك صانع محتوى كان سببا مثلا بانتشار هذا المحتوى لانتشاره إطلاقا. الحالة هي التي تستدعي وجود هذا المحتوى ربما بشدة وبكثرة وتجعله ينتشر بطبيعة الحال. كيف بتقيم الوضع بالفعل؟ إذا بدنا نحكي كيف بتقيم الوضع، يعني في كتير أشخاص بيدعوا أنهم مدربين حياته بينصحوا العالم بمشاكل جدية، مشاكل يعني عن جد بتأثر على حياتهم العملية والشخصية، كيف بتصنف هؤلاء الأشخاص؟
بطبيعة الحال انتشر كثير من صناع المحتوى الذين يلقون تجاربهم، يلقون آراءهم، لكن هنا نحن نعول على الوعي الموجود لدى الناس وما يسمى تحديدا بالوعي النقدي. هل ستأخذ كل ما يقولون؟ طب هل ما يقوله ذلك الصانع للمحتوى أو ذلك المدرب ينطبق على حياتك أو لا ينطبق؟ بالتأكيد قد لا يكون كذلك. ذلك هنا يمكن أن أوجه ثلاثة نصائح سريعة لصناع المحتوى ربما مثلها لمن يتلقون. أما لصانع المحتوى نقول نطلب منك التوثق والموثوقية وأن تقدمها للناس وصولا إلى التناسق. أولا التوثق، أن تتوثق من المعلومة التي تريد إلقائها للناس، فهناك كلمة تعمر بيتا وهناك من تهدمه ربما. صحيح. نعم، كلمة واحدة قد تهدم بيتا دون أن يشعر هذا الصانع المحتوى الذي كل همه ربما بعضهم أن يحصد اللايكات والشيرات وهكذا. صحيح. بالمقابل نقول قدم التوثيق للناس، وضحه لهم حتى تنمي عندهم فكرة التوثيق. لا نؤمن أيها الناس، لا يجب أن نؤمن بفكرة قالت الدراسات، ليست كافية لتجعل صانع المحتوى صاحب كلام صحيح. كما تعلمين أكثر من ربع الدراسات هي أصلا متناقضة، وهذا دور الباحثين أن ماذا أن تكون لهم آراء بعد جمع تلك الدراسات. وصولا إلى النصيحة الأهم، انتشار المحتوى لا يعني صحة معلومة صاحبه. وصولا إلى الثالثة، بالضبط الثالثة والمهمة، لا تأخذ كل شيء عن شخص ما فتقول كل ما يقوله صحيح. لا تستثمر في محبتك لأحدهم حتى تجعله أسطورا. ما في محبة مطلقة يعني، مش كل شيء بيقوله صح. هذا الوعي النقدي تربيه في نفسك فتربي ابنك بعدك عليه. إذا اتفقنا المحتوى الاجتماعي والنفس الموجود يعني في مصادر غير موثوقة، يعني بطريقة عشوائية عم بيكون، كيف يمكن تنظيم هذه الظاهرة وعلى من تقع المسؤولية كمان؟ دائما نوصي النقابات النفسية أن يكون لها دور يشبه تلك الصفحات التي تفضح المحتوى الزائف. تعلمين جيدا عندما انتشرت الكثير من المحتويات الزائفة اقتصاديا سياسيا، خرجت صفحات أعتقد أنها إيجابية كانت تنشر تلك المحتويات وتحكمها. من المهم ربما أن يرى المتلقي صفحات يعني تريه رأيا فصلا نقابيا نفسانيا عن صحة محتوى ذاك أو صحة محتوى أو عدم صحة محتوى هذا. هذا مهم للغاية. تعلمين أنه حتى من أسلوب التطوير للمجتمع، نرى مثلا أسلوب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة اسم الزراعة حاكم دبي، عندما يقوم بنشر مثلا أسماء مؤسسات يرى أنها لم تكن ذات أداء إيجابي، لماذا؟ لكي يرتقي بها. لكن أعتقد أنه يمكن للمختصين أن ينشروا المحتوى الإيجابي ويشيروا إلى المحتوى السلبي إذا كانوا مغطين بشكل لتوعية الناس. أما على من تقع المسؤولية، أنت أمام فضاء مفتوح، وهذا ما يجمل برنامجك، أن السوشيال ميديا فضاء مفتوح وتجعل ما نقدمه للناس بطبيعة الحال حرا للغاية. المسؤولية تقع على صانعي المحتوى ثم على المتلقين، هي مسؤولية مشتركة. صانع المحتوى يجب أن يتوثق من كل كلمة يقولها وأن يدرك شدة تأثيره على البيوت، خصوصا إذا ما كان هذا المحتوى هو نفسانيا وعائليا. ووصولا إلى هذا المشاهد أو هذا القارئ، أن لا يسرف في محبته كثيرا لمتحدث أو ملقي. ودائما أقسم المتلقين بالمناسبة زميلتي إلى ثلاثة. واحد هم الذين يتلقون كل شيء من شخص ما، هذا نقول له ببساطة هدي شوي. ثم كذلك من يتنقل بمحبته من شخص إلى شخص آخر، يعني يفرط بمحبته لأحدهم ثم ينصدم ربما بمنشور من منشورات، ثم ينتقل لشخص آخر وعنده قناعة أنه يجب أن يكون لديه ما يسمى بالمرشد أو المربي. لا إطلاقا، في السوشيال ميديا لم تجد هذا الشخص المناسب. وثمة شخص ثالث يستمع للجميع، يستمع إلى المحتوى حتى الضار والذي أجده نافعا من ناحية يعني تسنى لنا أن نتحدث لماذا هو نافع أحيانا لبعض الناس، ويستمع كذلك للمحتوى المفيد ويعرف كيف يفرز بين هذين المحتويين. وأقوى مؤشر على صحة محتوى أحدهم هي التجربة، أن تجرب وأن ترى إلى أي مدى هذه التجربة هي نافعة أو غير نافعة. نعم. بالطبع. يعني واضح أنه موضوع كتير كبير، وموضوع صحيح. النفسي هو بحد ذاته موضوع كتير حساس ولازم الناس تركز عليه أكثر. أنا بدي أتشكرك دكتور محمد عصام محو، المدرب والاختصاصي في الإعلام النفسي والبروتوكول، شكرا جزيلا لك. صحيح. شكرا. بعد الفاصل بالدموع، التونسية أنس جابر تودع بطولة ويمبلدن للمرة الثانية على التوالي، ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد. اللاعبة التونسية أنس جابر فطرت قلوب محبيها في الفيديو الذي ظهرت فيه وهي تبكي بعد خسارتها النهائي الثاني على التوالي في بطولة ويمبلدون للتنس 2023 أمام تشيكية ماركيتا فوندروسوفا. جابر كانت تأمل في تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في أن تصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تتوج في إحدى بطولات جراند سلام الأربعة الكبرى، وعند استلام الجائزة انهمرت دموع جابر المصنفة السادسة على العالم قبل أن تحاول تمالك نفسها وتتحدث أمام الجماهير ووسائل الإعلام، وقالت: هذه أكثر خسارة مؤلمة في مسيرتي حتى الآن. أهنئ ماركيتا وفريقها على هذه البطولة الرابعة. سيكون يوما صعبا لكنني أعدكم بالعودة وسأفوز بلقب هذه البطولة في يوم ما. First, I want to say congratulations to Marketa and her team for this amazing tournament. You're an amazing player, and I know you had a lot of injuries, so I'm very happy for you. وفي مقطع آخر متداول ظهرت أميرة ويلز كيت ميدلتون وهي تقوم بمواساة نجمة التنس التونسية أنس جابر بعد المباراة، حيث ظهرت وهي تربت على ذراعها خلال حديثها معها في محاولة للتخفيف عنها، فيما عكست لغة جسدها تعاطفا كبيرا مع البطلة التونسية. نعومي، سندي، ليندا وكريستي، أسماء طبعت عالم الأزياء ومشهد الموضة العالمية في تسعينات القرن الماضي. هؤلاء النجمات سيعودن إلى الشاشة الصغيرة عبر منصة أبل تي في بسلسلة وثائقية تحمل عنوان The Super Models، تسلط الضوء على الحياة المهنية والشخصية لكل من عارضات الأزياء الأمريكية سندي كروفورد والبريطانية نعومي كامبل والأمريكية كريستي تورلينغتون والكندية ليندا إيفانجليستا. وظهرنا العارضات في الإعلان الترويجي الذي شاركته المنصة على قناتها في يوتيوب وصفحاتها الاجتماعية، وهن يجلسن أمام خلفية رمادية استعدادا لتقديم مشاهد غير مسبوقة وأسرار عن عالم عروض الأزياء النخبوية وعن حياة العارضات الخاصة. وأعلنت المنصة أن العرض الأول العالمي لهذه السلسلة سيكون في 20 من شهر سبتمبر. عشاق النجمة الأمريكية مادونا يستقبلون خبر تمثلها للشفاء بفرح كبير بعد أن شاركت نجمة البوب محبيها حول العالم منشور على صفحتها في إنستغرام تطمئنهم فيه عن وضعها الصحي بعد أن اضطرت لدخول المستشفى عدة أيام عقب إصابتها ببكتيريا حادة دفعتها إلى تأجيل جولتها العالمية. وكتبت مادونا: عندما استيقظت في المستشفى أول من خطر ببالي هم أولادي، ثم فكرت أني لا أرغب في تخييب آمال كل من اشتروا تذاكر لحفلاتي. مضيفة أنها تركز حاليا على صحتها، مؤكدة أنها ستعاود نشاطها الفني عندما تصبح قادرة على ذلك. وكانت مادونا البالغة من العمر 64 عاما تحضر لجولتها الموسيقية التي تحمل عنوان The Celebration Tour، وهي الجولة التي كان من المقرر أن تمتد بين شهري يوليو وديسمبر حول أمريكا الشمالية وأوروبا، على أن تكون أولى حفلاتها في فانكوفر غرب كندا في 15 من يوليو. مطعم عزوتي في الأردن يحظى للأسبوع الثاني على التوالي بشعبية كبيرة محليا وعربيا وعالميا. فبعد نشر اليوتيوبر البحريني عمر فاروق زيارته للمطعم الذي يتبنى مفهوما جميلا لكرم الضيافة الأردنية، تهافت صناع المحتوى ووسائل الإعلام المحلية والعربية نحو المطعم لتسليط الضوء عليه، إضافة إلى تطوع الآلاف للمساعدة في تقديم الوجبات للمحتاجين أي المعزومين، حتى أصبح مثالا يحتذى به وتم تبني مفهوم عزوتي في بلدان أخرى. هذه التجربة عكست التأثير الإيجابي الذي يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تتركه في مناحي الحياة المختلفة، خاصة فيما يتعلق بالعمل التطوعي والخيري. ولمن لم يسمع عن عزوتي بعد، فهو مطعم يطرح على الزوار سؤالا، وهو: هل تريد أن تكون عازم أو معزوم؟ فإذا كان الجواب عازم، يقوم الزبون بدفع مبلغ زهيد لاستضافة شخص لا يعرفه مقابل الحصول على وجبة طعام لا يمتلك ثمنها. وفي حال كانت الإجابة على السؤال معزوم، فهنا يقول المطعم للزبون حياك الله ويسمح له بتناول الطعام بدون دفع أي مقابل.
الحمد لله حاليا احنا في مشروع ننطلق لصيدليه. صيدليه هذا اول مكسب. فعازم معزوم بالدواء. عازم معزوم بالدواء. من قمرة القيادة، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع مقطع فيديو لكابتن طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط اللبناني وهو يطلب يد حبيبته للزواج. وبينما كانت الشابة جالسة بانتظار الإقلاع، فتح الكابتن مكبر الصوت ونادى برقم مقعدها مرددا اسمها، معبرا لها عن أمنيته بأن تكون شريكة حياته، طالبا الزواج منها. لحظة مؤثرة عاشتها الفتاة التي أعلنت موافقتها وسط تصفيق وترحيب الركاب، ثم اتجهت نحو غرفة القيادة، فخرج الكابتن لملاقاتها ممسكا الخاتم. الفيديو حظي بآلاف الإعجابات والمشاركات من قبل رواد المنصات الرقمية الذين تمنوا للثنائي زواجا سعيدا وحياة هانئة. في العادة يتعرض مذيعو نشرات الأخبار أو المراسلون الصحفيون للعديد من المواقف المحرجة على الهواء مباشرة، لكن في الفيديو المتداول التالي قرر مذيع أخبار شهير في النمسا أن ينهي نشرته بطريقة غريبة حتى أصبح بعدها حديث مواقع التواصل الاجتماعي. بطل الفيديو المتداول المذيع النمساوي أرمين وولف الذي أنهى فقرته بعبارة حان وقت خفض الحرارة، إلى اللقاء قبل أن يسكب الماء على نفسه وهو على الهواء مباشرة، تعبيرا عن استيائه من ارتفاع درجات الحرارة في النمسا خلال الفترة الماضية، حيث تخطت درجة الحرارة في فيينا 37 درجة مئوية، في حين من المتوقع أن تصل إلى 40 في بعض دول أوروبا. حركة سكب الماء على الهواء مباشرة ناقشها المذيع مع المخرج مسبقا، فاشترط عليه الأخير ألا يبلل أي جهاز بالقرب منه. هذه كانت جولتنا على أهم ما جاء في مواقع التواصل الاجتماعي خلال أسبوع. انتظرونا في الموسم المقبل لننقل لكم كل جديد على المنصات الرقمية. إلى اللقاء.